بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما نتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحه جيده تنشكر المتابعين القدام وجداد الناس اللي التحقوا بهذه القناه ان شاء الله بحول الله غادي نحط واحد الصيغه ربانيه لطرد الشياطين من البيت شياطين الانس والجن الناس اللي عندهم مشاكل في البيت الناس اللي عندهم صداع والناس اللي تيكونوا ديما عندهم سحر تجديد او عندهم مشاكل في البيت اما المراه مع زوجها واما مع ابنائها واما مع نفسها تتحس بضيقه في الصدر ديالها تتحس بالغمة وتتحس أنها ما قادراش تجلس في البيت لأنها عندها سحر أو سحر المرشوش أو سحر المشاكل أو السحر اللي تيجي عن طريق الهواء إذا بغيت نبخر داري قبل ما يخرج شعبان بغيت نبخر داري باش نحيد الغمة على داري بغيت نحيد الغمة والصداع والمشاكل لأنني بغيت نصوم بالهنا والسلام الوقت إذا أحبابي هذه آه هاد العشبة الرائعة اللي موجودة في كل بيت هاد العشبة اللي انتيا مستغنية عليها وهي عندك وهي صالحة لطرد العوارض بغينا نحيدو العوارض عليكم بالزعتر الزعتر اللي رخيص جدا درهم يبخر دار كاملة وتسيقي بها اذا غادي ناخد واحد كمية اللي نقسمها الى قسمين سمعوني مزيان اكتبوا الله يجزيكم بخير اول حاجة غادي ناخد على الاقل ناخد خمس دراهم ديال الزعتر غير يعطيك كمية رائعة الزعتر الناس اللي عندهم المس صالح لهم باذن الله تيفيضوه مع الحليب قبل ما يناموا الناس اللي عندهم المس وعندهم المشاكل وعندهم ديما عندهم واحد الغمه في الصدر غادي ناخذ واحد العاشق ديال الزعتر ماشي كبيره معتدله غادي نغسلها مزيان وغادي نفيض الحليب وغادي نخويه على على ديك الزعتر نخليه عشر دقائق ونصفيه ولكن غادي نقرا عليه القراءه اللي غادي نعطيكم ان شاء الله القراءه شنو هي هي غادي نقرا عليه الفاتحه سبع مرات وغادي نشربه قبل ما لانه رائع وتكره الجن اي عارض عندك او عندك خمول او عندك مرض اما الناس اللي عندهم, عندهم مشاكل في البيت غادي ياخذوا خمسة دراهم وغادي يقسموها الى قسمين القسمه الاولى للتسياق غادي نسيقو بها البيت غنخوي عليها الماء الساخن في الليل والصباح رباح غادي نشغل صوره البقره وغادي ان شاء الله نسيق به نصفيه غادي بعد ما خويت عليه الماء الساخن في الليل والصباح غادي نصفيه ونضيف ليه نضيف ليه الملحه وغادي نسيق به او ندير بين الطويش او نرشو في زوايا البيت باش ما يبقاش عندي عوارض ديال الصداع وعندي شياطين الانس او الجن يتربصون بالبيت اما الناس اللي عندهم مشاكل وعندهم هم وغم في البيت ديما مصادعه مع الزوج ديالها وديما عندها مشاكل غادي ناخذ القسم الثاني غادي نقرا عليه هذه القراءه ان شاء الله اول حاجه غادي نسرحو غادي نقرا عليه صورة الجن مره واحده وصوره الصافات مره واحده غادي نقرا عليه صورة الشرح سبع مرات غادي نقرا عليه ايه الابطال اللي آه غادي ان شاء الله تقراوها وغادي تبطل لكم اي حاجه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا إذا هذه الآية الآية من سورة الفرقان ثلاثة 23 أتحاولوا أنكم تقرأوها سبعة المرات على الزعتر مع الصور اللي عطيتكم وغادي إن شاء الله تديروا الدعاء اللهم ابطل عنا جميع الأسحار بحق هذا الصور وهذه الآية للإبطال أن تبطل عنا جميع الصداع والمشاكل والهم والغم اللهم ارزقنا راحة البال وارزقنا الصحة والعافية وغادي ان شاء الله امتى احبابي نتبخر بهم تبخر اه نتبخر به الزعتر غادي نتبخر به وقت اه الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب اه يا ريت تبخروا ما بين المغرب و بين العصر والمغرب حتى المغرب حتى العشاء لان الزعتر رائع واكثر من رائع تيطرد الشياطين نحاول الوقت اللي ندير التبخير نحاول أن نشغل صوره البقره او صوره الجن او صوره الزلزله في التلفاز او الاذان يا ريت يا ريت احبابي ديما تخدموا الاذان لان الاذان تجلب الرزق وفي نفس الوقت تيطهر البيت من جميع الشوائب ان كان سحر او عين او تابعه وغادي ان شاء الله بحول الله وقوته نحاول ندوم على صوره الجن نقراوها كل صباح ثلاث مرات او مره واحده لتسخير الامور وبعد شر الشياطين الإنس والجن لأن صورة الجن صباحا رائعة في تسخير الأمور المرة اللي تتبع وتشري تقرأها ديما أو تصنط لها أو تسمعها باش التابعة أو طرد الجن اللي تيخسر لها البيع الشراء او تيخسر لها وجهها او تلبنت اللي تيخسر لها الوجه وتاثر عليها لابد انها تقرا صوره الجن صباحا لتسخير الامور اذا صوره الجن رائعه في تسخير الامور هذا الزعتر اللي غادي تبقاو تحرقوه في مقلات وتبخروا به البيت را رائع واكثر من رائع تسيقه ما تنساوش ان كل وقت تتسيقوا في البيت تتقراو لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الحول ديال الله والقوه ديال الله اللهم بحق لا حول ولا قوة إلا بالله أن تطرد عنا السحر أو العين أو المشاكل اللهم ارزقنا يا ربي راحة البال بحول الله وقوته القوة دي الله والحمد دي الله والشكر دي الله والقدرة دي الله إذا الناس اللي عندهم مشاكل اعتمدوا على الصياغ ولكن ما ينسونيش بالدعاء وما ينسونيش بلايك لأنني تنتعب وفي نفس الوقت تنترجح بابي انهم يدعموا القناة بلايك وبالبارتاج وبأي حاجة بغوها يحاولوا انهم يعاونونا وجزاهم الله كل خير اذا احبابي ما بقى لي ما نقول لكم الا عواشركم بروكا اذا احبابي شكرا والى وصفة اخرى ان شاء الله